السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ شهيواز ام ريم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الرغيف ديال المقلاه بواحد الحشوه اللي هي لذيذه وحشوه جديده. نبداو على بركه الله. عندنا بالنسبه للعجين عندنا هنا نص كيلو ديال الفورز، نص كيلو ديال الفينو، الملح على حسب القياس، معلقه كبيره ديال السنيده، ونص خميره ديال الحلوه، ونص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للعجين غادي ناخذ نص كيلو تاع الفورص لان مغربله من قبل. انا هنا درت قد الفورص قد الدقيق، وغادي نضيفو عليه نص كيلو ديال القمح، الملح. انا هنا الملح درت قياسي، نتوما شوف كل واحد والقياس اللي غادي يدير. معلقه كبيره ديال السنيده، نص خميره ديال الحلوه، ونص معلقه صغيره ديال الخميره معجونه. هادشي كله غادي نخلطو بالماء دافي وغادي ندير هاد التعجن ونتلاقاو باش نوريكم المقادير ديال الحشوه. وغادي نخليها ترتاح وندوزو باش نشوفو المقادير ديال الحشوة ديالنا. بالنسبة للحشوة ديال هاد الرغيف ديالنا كنحتاجو ليه واحد القياس ديال نص زلافة تاع السيس باش غادي نورقو، وغناخدو من واحد 4 معالق باش غنشحرو البصلة، نص باكية ديال الشعرية فيغميسيل كنرقدوها في الماء وكنصفيوها وكنقطعوها صغيرة رقيقة هكا كيف كتشوفو، جوج بصلات كبار مشلضين رقاق، فلفله حمراء وفلفله خضراء مقطعين رقاق، واحد 30 غرام ديال الزيتون خضر مقطع رقيق، قياس 30 غرام تاع الشامبينيون حتى هو مقطع رقيق. عندي هنا 200 غرام ديال الكفته، وعندي القزبر والمعدنوس. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاجو التحميره، البزار، شويه سودانيه، وشويه الملحه، ومعلقه كبيره ديال التوابل الاربعه. التوابل الاربعه كتكون من الجوزه محكوكه والقرفه وسكينجبير والقرنفل، كندكهم وكنخلطهم بحال هكا وكنديرو في قريعه فما كنحتاجو كنخدم بيهم. دابا هنا عندي المقله سخنتها من قبل، دابا غادي ندوزو الطريقه ديال الحشوه. هنا انا المقله سخنتها مع شويه الزيت، غادي نضيف ليها البصله، غادي نخلي البصله تتحمر شويه، وغادي نزيد عليها الفلافل، غندير شويه سودانيه غير شويه ماشي بزاف، غندير شويه الملحه، وغندير العطريه ديال التوابل الاربعه كامله، وغادي نحرك هذا الخليط. بالنسبه لهاد الحشوه كندير فيها انا صوص الصوجة، غير انا دابا ملي قلبت لقيتها سقادات ليا، ما عنديش الامكانيات كيفاش غادي نمشي نجيبها لان بعيد عليا بزاف. المهم نتوما الى عندكم غادي نديروها. دابا غنخلي هادشي حتى يتشحر وغادي نتلاقاو باش نوريكم الحشوه كيفاش كتجي في الاخر. دابا كيف كتشوفوا معايا هاي الحشوه طابت، خلط جميع المكونات وزدت عليهم واحد المعلقه ديال الزيت البلديه غير باش تدد لينا، هي الحشوه رائعه. دابا غادي نتسناو عليها حتى تبرد، والعجينه تاعنا راني خليتها كترتاح واحد المده ديال ربع ساعه، ونتلاقاو باش نوريكم الطريقه ديال المونتاج كيفاش غادي نمونطي هاد الرغيفات ديالي. دابا العجينه تاعنا من بعد ما رتاحت وقطعتها كويرات بقد القياس هذا وخليتها رتاحت، غادي ندوزو باش نشكلوها. غادي نسرحوها رقيقه على هذا الشكل هذا، بحاولوا تلقوها رقيقه بزاف.
بالطريقه هذه، نحاولوا ما نقطعوهاش. انا هنا غطات شويه تقطعات ليا، ندير واحد المعلقه ونص من الحشوه. حصلوا على الرغيفه بهذا الشكل هذا كيف كتشوف. نعاود معكم واحده اخرى. ندير قياس ديال معلقه ونص ونجمعوا الرغيفه تاعنا على أربعة. صافي نخليوها ترتاح، نبقاو غادي بنفس الطريقه حتى نكملوا جميع الكويرات اللي عندنا، ونتلاقى معكم باش تشوفوا كيفاش الطريقه غادي نطيبوهم. ودابا هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا، كيجي رائع، واحد الحشوه لذيذه لذيذه بزاف. انا متاكده الا جربتوها غتبقاو ديما تستعملوه لانه كيجي زوين بزاف الصراحه. وكنتمنى الا عجبتكم الوصفه ديالي ضغطوا لايك وتنضموا للقناه باش ديما يوصلكم الجديد.